هذه الأرض، ومنذ 54 لم نبعد عن هذه الأرض، وفيها مقبرة إسلامية، والمقبرة الإسلامية يدفن فيها حمولة الطوري وأبانا وأمهاتنا وأجدادنا. وسياسة قلع الحقوق من الشعب العربي وبالذات من أهل العراقيب بهذه الصورة، بهذه القرارات الصارمة اللي لم يكون فيها مصداقية، ويا للأسف الشديد عندما قدمونها محكمة بخصوص الملكية وبيطلبوا تأجيل قضية الملكية لحد اليوم، يعني قبل أبو 20 يوم طلبوا تأجيل قضية الملكية في جلستها إلى نهاية 2019، ومن طرف ثاني بدزوا الجرافات تهدم البيوت في العراقيب وتعتقل شباب وشابات العراقيب. واليوم هذه المحكمة المركزية بتصادق حكم المحكمة الصلح على اعتقالي 10 أشهر. الاعتقال 10 أشهر لم يريعني، وعشر سنين لم يريعني، ولم يردنا عن حقنا، ولم يردنا عن نضالنا وثبوتنا على الحق. وبناشد الجماهير العربية، وبناشد القيادات العربية، إنها تكون ظهر سد مانع لمن يبقى في العراقي. وأني أشكر المحامي شحدة ابن بري إن يدرس القرار، وفي الكفاية يدرس القرار، وإن شاء الله إن نلقى التماس لمحكمة العدل العليا. أنا في عدالة في دولة إسرائيل، وأنا لا أتأمل عدالة بعد هذا القرار اليوم في دولة إسرائيل. هو قرارهم الاستيلاء على حقوق المواطن العربي وين ما كان، وين ما هو موجود، في داخل البلاد أو في خارج البلاد. وحييكم وبارك الله فيكم، احنا النصر حليفنا، وتلقوني ان شاء الله عند حسن ظنكم ان شاء الله. ان شاء الله حياكم.